السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه فيلد واير، ده بينظم لك المشروع بتاعك والشغل بتاعك. ده الواجهة بتاعته، هنا بتحط المشاريع اللي انت هتشتغل عليها. هنا هتلاقي البروجكت، هنا البيبول هنتكلم عنهم واحدة واحدة، الاكونت بتاعك، التمبليت اللي انت عايز تشتغل عليه، التوتوريال، وهنا ده البلان بتاعتك، في بيزك بلان وفي ان انت تعمل ابديت او ابجريد للبلان بتاعتك. طيب انا هبدا اقول له هنا انا عايز ابدا مشروع جديد، وادي له اسم المشروع باص ستيشن البروجكت كود، واقول له كرييت، فهيبدا ينشئ لي المشروع. فبيقول لي ابدا ارفع البلانات بتاعتك، تقدر ترفعهم من هنا او ترفعهم من الدروب بوكس او اي حاجه من الحاجات اللي بتشير الحاجه بتاعتك زي جوجل درايف مثلا. طيب هاجي هنا اقول مثلا عايز ارفع المخططات ديت، ممكن ده مثلا لو في اي حاجه من المخططات نبدا نرفعها اهوت، اقول له ابلود، بحيث ان انت تقدر تفتحها وتضيف عليها. طيب اقول له بعد كده نكست، ملفات بي دي اف وصور. وفي الدروس اللي جايه ان شاء الله هنبدا نشرح بالتفصيل كل حاجه من الامر اللي هنا، وازاي اضيف تيم بتاع التيم اللي هشتغل معاه في المشروع، وازاي نراجع مع بعض اللوحة.